موقع كيس سبور، مرحبا بكم معنا في فيديو اخر اللي كيأرخ المجموعه من اللحظات اللي كتوقع في الساحه الرياضيه المراكشيه. من هذه اللحظات هذو انتقال لاعب عبد المولى الهردومي الى فريق المغرب التطواني. عبد المولى مرحبا بك على كيس. شكرا سعدي، شكرا سي صفير. عبد المولى يعني الانتقال اكيد يقين 100%. كيفاش جا الانتقال ديالك؟ بعد الاتصالات اللي كانت بيني وبين قبل بين مكتب الموسيقى ديال فريق الكوكب، فما توصلناش لواحد الحل نظرا للعامل المادي. فجاني كيف ما كيقولوا جاتني اتصالات من فريق المغرب التطواني، من الرئيس ولا الابن ديال السي الحاج عبد الملك كبرون. فكيف ما قلت مشيت اجتمعت بهم، فكانت الامور جيده الحمد لله، وتوصلنا الحل كيف ما كيقولوا سنيت الكونترات تما وقتما يجي ان شاء الله. عبد المولى، حنا كنا كنتسناو انه تكون جديد العقد مع الكوكب، كانت مفاوضات شويه تغفلتي هنا صدقتي في تطوان، كيفاش علاش ما جددتيش مع الكوكب؟ فكيف ما سبق لي وشرط لك سعادي، فالعامل المادي هو اللي غادي يحسم في الامر ديال التجديد ديال العقد. فالمكتب المسير ديال فريق الكوكب كيف ما كتعرفوا انه عنده محدد واحد كيف ما كان واحد السقف ديال المالي اللي غادي يمشي به ان شاء الله في البطوله الوطنيه. فهذاك الشيء ما غاديش نقول ما كيرضينيش، ولكن هما هذه هي سياسه كره القدم. اي لاعب كيطمح انه المستوى ديالو المادي يطلع ويمشي للفريق اللي غادي يلبي له جميع الرغبات ديالو. فانا ارتأيت انني نمشي نشوف فرق اخرى. فالحمد لله فريق المغرب التطواني دبا لي المتطلبات، وان شاء الله كان انا عازم ان شاء الله انا نمشي باش نحسن المستوى ديالي لا كروي ولا مادي ان شاء الله. شحال سنيتي؟ عامين، ثلاث سنين؟ ثلاث سنوات مع فريق المغرب التطواني. يعني بالشكل اللي كنتي طالب في الكوكب عطاو لك تطوان وسنيتي. دابا تيبقى عبد المولى حياه جديده في تطوان، غتخلي الاصدقاء، غتخلي سميتو. تحيه كبيره للاخ عبد المولى، تحية كبيرة، الله يسهل عليه، الله يسهل عليه. تحية لك السبور. شكرا نور الدين، كان نور الدين عاتي نور الدين العادة ديالو راه ديما. عبد المولى، دابا كيف قلت لك غتمشي تعيش حياة وحدة أخرى في تطوان، كيفاش كتتسنى الأمور؟ يعني ما تجيكش غريبة أنه ولفتي أنت مراكش يقح الدوديات كل شيء؟ الحمد لله أنني أنا ولد ابن مدينة مراكش، فأنا ما غاديش نقول الوداع للكوكب المراكشي أو لمدينة مراكش، لأن الوالدين ديالي ولا حتى كيف ما كيقول كبرت أنا في مدينة مراكش. فغادي نقول لا الجمهور ولا الناس ديال مدينة مراكش، غادي نقول لهم إن شاء الله لعودة أو إلى اللقاء إن شاء الله إن شاء الله غادي تعاود ترجع ان شاء الله، لانه غادي ندور ان شاء الله كما شي يقولوا غادي يدور الهردومي تيدور، غادي يرجع للاصل ان شاء الله. فغادي نمشي كيف ما قلت لك، غادي نمشي ان شاء الله باش انه نحسن الوضعيتين، لا بالنسبه لي انه المال كيبقى حاجه عاديه، انما المستوى الكروي فهو اللي كيقلب عليه اي لاعب كيطمح انه يحمل القميص الوطني، وانه كيطمح انه يحسن المستوى ديالو باش يشوف فرق اوروبيه. فهذا هو من ضمن الاحلام اللي عندي ان شاء الله. فغادي نمشي المغرب التطواني ان شاء الله انني نكمل في المسيره اللي بديت مع فريق الكوكب المراكشي، وان شاء الله كنا نتمنى انه المباراه الاخيره ان شاء الله امام جمهور المسيره ان شاء الله نهار الاحد ان شاء الله مع ربعه انني تكون فرصه باش تودع الجمهور، فرصه باش نودع كيف ما قلت لك ما غاديش نودع. تلقيت تحيه للجمهور اللي كان دعم، ما كذبش عليك دعم كبير، كان دعمني بزاف لا في الملعب ولا خارج الملعب. فكتلقى الناس مراكشيين كيجيو لعندك كيحيوا كيقولوا لك راه ما كيقولكش تستاهل اكثر، ولكن كيقولها بواحد الطريقه اللي كتجعلك انك تعطي اكثر من اللازم باش تكون احسن ان شاء الله في عيون الناس. ايضا عندك دابا جمهور اخر عبد المولى، واكيد انه غادي يشوفوا الكاس سبور. فالجمهور التطواني دابا حتى هو ولا كينتظر منك بزاف ان شاء الله. فانا هادشي اللي كنتمنى انني نمشي نثبت الرسميه ديالي في فريق المغرب التطواني، ونعطي ان شاء الله ماشي اللي كيرغبوا فريق المغرب التطواني، ولكن كيرغبوا جميع المكونات ديال فريق المغرب التطواني، وانني نعطي ان شاء الله كيف ما كيقولوا لو بوسيبل باش نكون. اول حاجه اسمح لي نقاطعك، الله يجيب الشفاء للموت عبد المولى، كنتمنى لك الشفاء، وكنتمنى لك الشفاء ان شاء الله. نهار اختك. اذا عبد المولى كنهيو بهذا الحوار هذا. اولا قبل ما نهيو انا كنت عارف بانه عندك مجموعه ديال العروض، بغيتي تقول لي غير ولا لا؟ كانت خريب كاع الجيش تطوان، الجيش تطوان وفريق الدفاع الحسني الجديد، وفي الاخر اختاريتي تطوان لانه هو اللي يعني لبى الشروط. كانت فاكر العرض ديالو كيف ما كنقولوا كان قريب، وانه كان جاد من لا من المكتب ولا من المدرب سي عزيز
العمل. طبيعة الحال اللي كيعرفك لانه دربك في الكوكب عبد مولا، نتمنوا لك التوفيق ان شاء الله. انت مراكشي وعطيتي الكوكب، والكوكب حتى هي عطاتك، وغادي تعاود ترجع باش تعطي الكوكب ان شاء الله. ما ترجع كنتمنوا الشفاء العاجل للوالده ديال عبد مولا الهردومي، كنتمنوا لها الصحه ونتمنوا لك التوفيق. شكرا لك عبد مولا، والله يوفقك. كبيره للجمهور المراكشي. شكرا، بارك الله فيك سعدي.